24 ساعة على مباراة مرتقبة في بطولة الدوري المصري ما بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي، مباراة غاية في القوة وغاية في الأهمية بالنسبة لفريق النادي الأهلي في إطار مشواره في بطولة الدوري وفي إطار الانتصارات العديدة على مدار الفترة اللي فاتت واللي كانت بيتخللها عدد كبير جدا من الانتصارات في بطولة الدوري، 14 انتصار متتالي، عدد كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهداف عديدة بالنسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة الحالية احنا عارفينه، وكل يوم بنتابع مع حضراتكم وكل يوم بنفكر حضراتكم بأهمية وصعوبة وحساسية المرحلة من الجانب الفني والجانب الكروي تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الاستعدادات خلاص خلصت النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي بخصوص مباراه الغد امام المصري البورسعيدي باذن الله، وكمان تم الاعلان عن قائمه الفريق. خليني ابتدي بالقائمه، والقائمه عباره عن 21 لاعب واللي اعلن عنها مستر ريني فايلر لمباراه المصري البورسعيدي اللي هتكون طبعا بكره في استاد المكسب الاسكندريه في تمام الساعه 8 وربع مساء. فالقائمه زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، في خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، وعلي معلول. في وسط الملعب كل من عمرو السوليه، اليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا، جيرالدو. وفي الهجوم كل من مروان محسن، اليو باجي، جونيور اجاييه. في خط هجوم النادي الاهلي دي قائمه ال 21 لاعب الخاصه بالفريق لمباراه الغد باذن الله، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. بيغيب عن القائمه كل من حسام عاشور، شريف اكرامي، رمضان صبحي، ومحمود وحيد، دي ابرز الغيابات عن النادي الاهلي في مباراه الغد. بالتالي خلينا نتكلم مع حضراتكم كده ونخش سخنين بسرعه في التشكيل المتوقع لمباراه المصري بكره. التشكيل المتوقع زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، اثنين مساكين رامي ربيعه، محمود متولي، في نص الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، هو قدامهم الثلاثي احمد الشيخ، محمد مجدي قفشه، وجونيور اجاي، والمهاجم اليو باجي هيكون مهاجم النادي الاهلي في هذه المباراه طبقا للتوقعات، والله اعلم باللي في دماغ مستر ريني فايلر. دايما متعودين ان احنا نتفاجئ، يعني مفيش جديد في القصه دي، والراجل كل ما بيفاجئنا هو بينجح بصراحه في مفاجاته، بينجح مش ان هو بيفاجئنا احنا بس بقى، لا ده بيفاجئ كمان المنافسين، بيبقوا دايما ايه بيتوقعوا ان النادي الاهلي هيلعب بطريقه معينه، هيلعب بتشكيل معين، بينزلوا الملعب يلاقوا حاجه ثانيه خالص، سياسه عند بعض المديرين الفنيين، وفي الحقيقه بينجح فيها مستر ريني فايلر.